لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما خلال الفقرات المتنوعه على البرنامج التي غادي نمشيو مباشره الاسبوع المخصص للشيوات والحلويات. رفقه المستمعات اللي كيشاركوا معنا مشكورات في هذه الفقره، تيشاركوا معنا باقتراحات وشيوات اسبوعيا من اثنين حتى اليوم الخميس. هذا الاسبوع غادي نمشيو عند ساميه شهمات من تيزنيت ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد لكل المستمعات. اهلا بك لاله ساميه. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله، لاباس عليك؟ اخبارك صحه لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله اختي. مرحبا بتواصلك وتحيه ليك ولكل الاسره ديالك بتيزنيت. شكرا، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. مرحبا لاله ساميه. اليوم ان شاء الله غنعطي زوج طرطات زوج كيكات. اييه. واذا بقى الوقت غنعطي واحد البسبوسه بالقرقاع ان شاء الله. وغدا ويوم الاربعاء ان شاء الله غنعطي دي زونتخي ودي بلا. واخا مرحبا. ونخليو يوم الخميس ان شاء الله ندوزو فيه حلويات ديال دوازاتي. ان شاء الله. ان شاء الله. غنبداو ان شاء الله بالطرطه ديال الكراميل. اييه. اللي غنحتاجو فيها في القاعده ديالها 250 غرام ديال البسكوي مهرمي شقيق، و100 غرام ديال الزبده مذوبه. كنجمعوا الربعه ديال البسكوي ب100 غرام ديال الزبده وكنبسطوا في واحد المول ديال لاطارت اللي كيتحرك من التحت اللي كيتحل. والكريمه غنحتاجو فيها واحد الحك ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل يكون هذاك اللي كيتباع حيت عقد مزيان. كنحلوه بالضربه الكهربائيه. حنا كنزيد واحد نص لتر ديال الماء، الماء عادي ديال الروبيني. الماء عادي واخا. أيه. نص لتر تقريبا. اي كنحلوه وكنزيد الماء شويه بشويه. اييه. حيت اذا زدنا الماء كله ما يبغيش يتحل لنا. من بعد كنزيدوا جوج معالق كبار ديال الغبره ديال لاكريم باتيسير. وكنحركوه في واحد الكاسرونه فوق عافيه حتى كيعقد. غنعاود كاين واحد الحب ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل يكون عاقد. كنطلقوه مع واحد نص لتر ديال الماء بالضرب الكهربائي. حنا كنزيدو الماء شويه بشويه. كنزيدو معاه جوج معالق كبار ديال الغبره ديال الكريم باتيسيير وكنحركوه فوق نار مهيله حتى كيعقد بحال يتخن. كنخويه فوق وهو سخون، كنخويه فوق داك البسكوي ديالنا. كنزينو حسب الرغبه، يا اما بداك الياغورت ديال الكراميل هكا على شكل خيوط، يا اما بالشكلاط على شكل خيوط هكا، وشويه ديال لي زامون دي فيلي محمرين هكا. كتجي سهله وما كتطيبش. هذه التورته بارده. ايوا عندنا واحد تشيز كيك بنفس القاعده ديال البسكوي. غير هذا كيدخل الفران. ايه. القاعده ديالو كاين نفس المقادير، 250 غرام ديال البسكوي مطحون مع 100 غرام ديال الزبده مذوبه. كنبسطوها في المول ديال التورطات اللي كتحل. ايه كنلبسوه المول هي اللي كتحل من جناب. هي الكريمه كاين واحد الحك ديال الجبن اللي فيه 200 غرام. ايه. او اربعه د الفروماجات مربعين. واحد فيهم استعملوه. واحد إيه؟ فيهم ايه. اللي ما عندوش الجبن كيستعمل الفرماج المربع. وعندنا واحد الحك ديال الحليب مركز محلى ما طيبش، هذا عادي. اييه. وربعه ديال البيضات وجوج ديال لي صاصي ديال الفاني كنخلطوهم في الخلاط ديال العصير ديال الكهرباء. ايوا وكنكبو فوق داك البسكوي. كتبقى لينا في داك الخلاط كيبقى لينا تقريبا واحد نص كاس ديال داك الخليط. كنزيدو عليه معلقه ديال الكاكاو غير هذا للتزيين. يعني ملي كنخلطوا كل شيء كنحصل على كريمه. اييه. أيه. داك الكريمه كنخويوها فوق البسكوي. كيبقى لينا واحد شويه واحد نص كاس تقريبا ديال العنبه ديال داك الخليط. اييه. كنزيدوا عليه غير معلقه صغيره ديال الكاكاو باش يبدل اللون ديالو. كنعاودوا نخلطوا. كنزينوا على شكل خيوط هكا عشوائيه فوق. أيه. من ديك الكريمه الاولى وكنجبدوا هكا بالخيوط على شكل تزيين ديال ميلفوي ولا على شكل روخاني هكا عشوائي. غير باش كيجي مغبغي من الفوق. كندخلوه للفران تقريبا 20 دقيقه حتى كتجمد داك الكريمه وكتماسك مزيان. صافي كنخرجوه، ما كيحتاج لا للتزيين لا والو. حيت يعني مزيين راسو. اي مزيين. تبارك الله عليك، قدمتي لنا جوج طرطات ساهلين، الاولى بالكراميل والثانيه تشيز كيك. يعطيك الصحه. وكاينه كيكه ديال لاصوص دورونج في صلصه ديال الليمون ديال دورونج. كيكه عاديه بهذا والفوق ديالها كنزينو بوان صوص كتجي زوينه حتى هي. الكيكه كنحتاجو ثلاثه ديال البيضات. واحد ياغورت فاني داك الصغير ديال الدرهم. نص كاس ديال العنبه ديال الحليب وكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده. معلقه كبيره ديال القشور ديال الليمون محكوكين رقاق هكا في الحكاكه الرقيقه. كاس ديال الزيت كنخلطو مزيان كلشي في الخلاط ديال الخلاط الكهربائي حتى كيولي بحال يموس هكا. ومن السما بداك القشور ديال الليمون كيجي شويه اللون ديالها صفر. اييه.
اييه كنزيدو جوج كيسان ونص ديال الدقيق وجوج خمارات. كنكبوها في المول العادي اللي ثقوب هكا من الوسط داك العادي ولا الدائري، المول الدائري كيكون مدهون، وكندخلو حتى كطيب. اييه ملي كطيب كنوجدو لاصوص العنه فيها واحد يوغورت صغير ديال الفاني. اييه نص كاس ديال كونفيتير يكون سائل جاري، وعصير جوج ديال الليمونات. كنخلطو كلشي في كاسرونه، عندنا واحد ياغورت صغير فاني، نص كاس ديال كونفيتير سائل، وعصير جوج ليمونات. كنخلطو كلشي في كاسرونه هكا تقريبا واحد 5 دقائق حتى كيغلى، كيغلى وكيعقد لينا شويه بحال الانصاص، وكنكبوه فوق الكيكه ملي كنخرجوها من الوجه هكا، وكينزل هكا من الجناب. اييه ديك الصلصه كتبقى تنزل كتدمع من الجناب. اييه وكنزوق بشرائح ديال الليمون ديال من الوجه هكا ولا في الجناب ديال الطبسيل ولا على حسب. تبارك الله عليك الا سامية، الله يعطيك الصحة. تبارك الله. مشيو الاقتراح الرابع تفضلي. اييه كيكه بالحشوة ديال التفاح والكراميل. في العجينة عندنا 4 ديال البيضات، العجين ديال الكيكة. 4 ديال البيضات وفاسي ديال الفاني. اييه كاس لاروب ديال السنيفة، وكاس لاروب ديال الزيت، وواحد ياغورت فاني صغير، وعصير حامضة، جوج كيسان ديال الدقيق، وجوج خمارات. هذا هو الخليط ديال الكيكة. نعاود المقادير حيت كاينين. اييه الله يجازيك بخير فعلا. كاينين 4 ديال البيضات وصاصي ديال الفاني، كاس لا روب ديال السكر سنيده، كاس لا روب ديال الزيت، كاس ديال العنبه، واحد يوغورت فاني صغير صغير. اييه ديال الفاني وعصير حامضه، جوج كيسان ديال الدقيق الفرص، وجوج خمارات. كنخلطو كلشي في الخلاط ديال العصير، وكنخليوه جانبا. كنوجدو الحشوه باش غنعمرو. عندنا جوج تفاحات منقيين، كنقيوهم وكنقطعوهم مربعات صغار، جوج تفاحات كبار كنقيوهم القصره وكنقطعوهم مربعات صغار، كنحطوهم في واحد بانيو صغير. كنزيدو معلقه صغيره ديال القرفه، قصور حامضه محكوكين، 3 المعالق كبار ديال يا اما المشمشيه مقطع يا اما الزبيب مقطع اللي كاين، 3 المعالق كبار، وكيس ديال الفلون ديال الكراميل، ديك الغبره اللي كتكون في الفلون ديال الكراميل كنزيدوها مع التفاح كتخلط معاه. هذيك الصلصه هذيك اللي كتكون معاه ولا الغبره؟ الحشوه هذه الحشوه. لا بالنسبه لهاد الفلون اللي قلتي لنا. لا غير الغبره هكا. اييه كتكون بحال القرفانات بحال اللون، كتعطيها غير اللون والمذاق. كاينين جوج تفاحات منقيين ومقطعين مربعات صغار. معلقه صغيره ديال القرفه، قصور حامضه محكوكين، 3 المعالق كبار ديال المشمشيات او الزبيب مقطعين، كيس ديال الفلون كراميل. هادشي كلشي كيتخلط. كناخذ المول الدائري يكون واسع شويه حيت الكيكه كتبغي تجي معاليه بزاف، كتجي شويه بحال الطورطه. واخا كناخذ المول كندهنوه، كنكبو فيه النص ديال الخليط ديال الكيك اللي درنا في الاول، النص ديالو، وكنفرقوا داك النص ديال الكميه ديال داك التفاح، غير النص كنفرقوها هكا فوق من العجينه، وكنعاودو نغطيو بالعجينه اللي بقات لينا ديال الكيكه، وكنعاودو ندردرو داك الخليط اللي بقى لينا ديال التفاحه وثاني من الفوق. اييه صافي كندخلوها للفران حتى كطيب لينا، ما كتاخذش الوقت بزاف. صافي ملي كتخرج كندهن الوجه بالكونفيتور ولا بالنباج. اييه كيبانو دوك الطرفات ديال التفاحه هكا خارجين من الفوق. اييه وبداك الكراميل الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك. تبارك الله فيك اختي، باقي الوقت نعطيو بسبوسه. اييه نختمو بها. اييه كاينين 3 ديال البيضات، كاين واحد يوغورت فاني داك ديال 2 دراهم كبير، وبداك الكاس ديال اليوغورت كنعبرو سنيده، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الزيت بنفس الكاس ديال اليوغورت، وواحد الكاس ديال العنبه كنعبرو به سنيده رقيقه. اييه جوج كيسان ديال اليوغورت حتى هما خاويين كنعبرو بهم الكركاع هكاك صحيح ما مهرمش ما والو هكاك الكركاع، وجوج خمارات. نقول الطريقه ونعاود المقادير. واخا لو سمحتي. هي في الخلاط ديال العصير كنديروا 3 ديال البيضات، 1 ياغورت ديال الفاني، وبنفس الكاس ديال اليوغورت كنديروا كاس ديال السنيده،
وكاس ديال الزيت وكنخلطو مزيان. كنخلطو مزيان هاد العناصر بأربعة البيض واليوغورت والسنيده والزيت. من بعد كنزيدو كاس ديال العنبه ديال السميده رقيقه، وكنزيدو دوك جوج كيسان ديال اليوغورت كركع هكاك صحيح وجوج خمارات، وكنطحنو كلشي في مولينكس. داك الكركع كيتخلط هكا وكيتطحن بوحدو. كنخوها في واحد المول يكون مربع ولا مستطيل، يكون 30 سنتيم على 20 تقريبا، حيت كتبغى حتى هي تجي دايره مع الياس. وكندخلوها للفران حتى كطيب. ملي كطيب كنسقيوها يا اما بعلبه ديال الحليب المركز المحلى، حتى كنقطعوها مربعات عاد كنسقيوها، يا اما كنصايبوه بكاس ديال حليب غبره وكاس ديال الماء وكاس ديال السنيده، كنخلطوهم فوق العافيه شي تقريبا 5 دقائق حتى كيعقد كيولي لنا بحال الحليب المركز المحلى. كنخويوه كنقطعو البسبوسه هي الاولى هكا مربعات، عاد كنسقيو بداك الخليط اللي عندنا، كنرشو الكوك ولا كنديرو الكركاع مهرمح. ايه تزين على حسب الرغبه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، اقتراحاتك ساهلين ومميزين في نفس الوقت، واكيد ان شاء الله غادي يكون اسبوع مميز رفقه الاقتراحات والشيوات اللي غتوجدي لنا. العشرة و44 دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا، وغادي نمشيو مباشرة عند سامي من تيزنيت ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجد لنا اليوم، وأكيد هي مشاركة معنا أسبوع بالكامل. أهلا بك سامية. صباح الخير أختي سامية. صباح النور، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. أنت لاباس بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا لاله سامية. الله يبارك فيك أختي. نبداو على بركة الله. أييه تفضلي. هي عندنا صبيعات ديال لدند مقليين كيجيو بحال لي فخيت. عندنا كيلو ديال الهبره ديال بيبي او لدند مقطعه. كناخذوها هكاك مجموعه وكنقطعوها على شكل طولي هكا على شكل صبيعات. كنديروها في بانيو كيدخل للثلاجه. كنزيد فيها الشهامات عليها الملح. البزار. جوج معالق كبار ديال لاموطارد. شويه ديال التحميره، شويه ديال الزعتر وراق كنحكوه هكا بين يدينا. نص كاس ديال زيت العود، عصير نص حامضه، كنخلطو مزيان وكنغطيو داك البانيو وكندخلوه للثلاجه. من الاحسن يترقد ليله كامله، او الا ما كانش الوقت شي جوج حتى ثلاثه ديال السوايع. نعاود المقادير الا سمحتي. هي كيلو ديال الهبره ديال بيبي كتكون مقطعه على شكل طولي على شكل صبيعات طوال. كنديروها في بانيو، نزيدو عليها مليحة، بزار، جوج معالق كبار ديال الموطارد، شوية ديال التحميرة غير على حسب اللون، شوية ديال الزعتر أوراق مفكوك، ونص كاس ديال زيت بلدية، وعصير نص حامضة، كنخلطو مزيان ونرقدوها من الأحسن ليلة كاملة. الغد ليه كنزيدو جوج بيضات، ملي كنجبدوها ملي كنبغيو نقليوها كنزيدو جوج بيضات كاملين. وجوج معالق كبار عامرين ديال الدقيق في الفرن، وكنخلطو مزيان. من بعد كنسوسو دوك الصبيعات كنهزوهم وكندوزوهم في لاشابليور. ايه كنهزو وحده بوحده كندوزوهم في الشابليور وكنقليوهم في الزيت يكون سخون. يعني ملي كيترقدو مزيان ليله كامله، وفي الغد ملي كنبغيو نقليوهم عاد كنضيفو جوج معالق كبار ديال الدقيق الفرن وجوج بيضات. جوج بيضات عاد نخلطوهم مزيان في الخبز المحمص. مزيان اختي. عندنا الكريب رولي بالكفته. العجينه عندنا 4 لتر ديال الحليب، جوج بيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، و80 غرام ديال الدقيق الفرن. هذا غير النص ديال الكميه اللي بغى يجرب. 4 لتر ديال الحليب، جوج بيضات، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، و80 غرام ديال الدقيق الفرن. هادشي كلشي كيتخلط في الخلاط ديال العصير، وكنطيبوهم هكا في مقله بحال الشكل العادي ديال الكريب. اييه مقله تكون ما كتلصقش. كنحطوهم جانبا وكندوزو كنوجدو الحشوه.
هاد تقريبا هاد القياس اللي عطيتينا ديال العجين كريب كيخرج لينا كميه يعني لا باس به. تقريبا 14 الا كانوا صغار تقريبا كنخرج 14 وحده. ولا بغينا نضعفوا الكميه ديال هاد المقادير كنضعفوها غير هذا راه كيخرج بزاف حيت كنقطعوا كيوليو بحال السنك فهمتي كيوليو ديروا الصغار كيخرج زعما كميه نتا الحسوه كنديروا بصله مسلطه مقليه في الزيت بصله كنسلطوها كنديروها في مقله كنزيدوا عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه حتى كتحمر لينا كنزيدوا ربعه ديال الكفته مخلطه بالتوابل وبالمعدنوس ديالها وبكل شيء كنمعسوها هكا فوق من البصله حتى كتحار لينا مزيان حتى كطيب كناخذوا دوك لي كريب اللي عندنا كناخذوا كل وحده كنديروا عليها شويه ديال الخليط هكا ما يكونش كثير من الفوق كنديروا على الوجه كامل الخليط ديال الكفته والبصله وكناخذوا كل وحده كنحطوها على الاخرى المهم كل جوج كنلصقوهم وحده عامره وفوق منها وحده عامره وما كنعمرهمش بزاف باش يطيروا لونينا يعني جوج داكشي علاش ما كتعمريهمش بزاف حيت ما يعمرش بزاف حيت غيطيروا لو بحال الكريم كناخذوا كل جوج كنعمرهم وحده فوق من الاخرى كندوزها هكا حتى كنعمروا حتى كنساليو الحشوه كنساليو لي كريب اللي عندنا من بعد كنروليو هكا يمكن لينا نسدو الجناب بشويه الخليط ديال الدقيق والماء ولا بلاص كاع ما كيتحلو حيت كندخلوهم مازال الفران كيذوبو شويه من بعد كنقطعو بحال لي سنك كيكونوا رقاق شويه كنقطعو بالموس هكا كنحصلو على حالة زنات كنديروهم كنسطفوهم فلاطة ديال الفران كنرشو الوجه بالفرماج الحمر محكوك وكندخلوهم غير واحد خمسة دقائق تقريبا للفران غير باش يذوب الفرماج وي صافي صافي كنقدموهم حتى هما بالصحة والراحة راه من بعد غنصيفط التصاور يلاه يعطيك الصحة تبارك الله عليك الله يبارك فيك اختي عندنا حوته العجين المورق حوته لاباط فيتي عندنا واحد كيلو ديال العجين المورق يكون جاهز بصلة مسلطة في الحشوة فلفلة خضراء مقطعة مربعات صغار بزاف جوج بواطات ديال الطون كنصفوهم من الزيت وكنحتفظوا بداك الزيت ديالهم أربعة ديال لي مخصو ديال فخوماج كاغي مربع الملحة والبزار شوية ديال المعدنوس مقطع والزيتون الخضر مقطع بالعظم مقطع دوائر والدهن عندنا بيضة وشوية ديال حبة من الزيتون الأسود للتزيين غنقول الطريقه وانا كنعاود المقادير ديال الحشوه في مقله كنديروا بصله مسلطه بصله وحده مسلطه كبيره مع فلفله خضراء حتى هي مقطعه مربعات صغار كنديروا معاهم دوك ديك الزيت ديال جوج علب ديال الطون اللي صفينا الزيت ديال الطون وكنسعلو عليهم كنخليهم حتى كيتسحروا مزيان البصله والفلفله حتى كطيح الفلفله مزيان والبصله كنزيدوا عليهم جوج علب ديال الطون كنحيدوهم فوق العافيه حيت عندنا غير البصله والفلفله هي اللي خاصها طيب كنحيدوهم من فوق العافيه كنزيدو جوج بواطات ديال الطون وكنزيدو ربعه ديال الفرماجات شويه ديال الملح والبزار والمعدنوس والزيتون الخضر الزيتون على حسب الكميه اللي بغى الانسان من كاس من نص كاس حتى الكاس تقريبا كناخذو العجينه كنسرحوها الحشوه كنخليوها تبرد مزيان حيت العجينه لاباط فيتي فيه واحد الكميه ديال الزبده ما خصهاش باش تحافظ لينا على الفويطاج ما خصناش نديرو الحشوه سخونه كنسرحو العجينه تكون رقيقه شويه فوق من الطبله كنقطعو يا اما الا بغينا حتت هكا صغار انديفيديال الا بغينا نديرو وحده كبيره اييه كناخدو اطار على سك الحوته الا غير هذا الورق المقوى كنقطعو على سك الحوته هكا كنحطوه وكنقطعو غير باش يجيونا متساويين كنقطعو شحال من وحده بحال دابا الا بغينا وحده كبيره كنقطعو جوجات حيت وحده كتكون لتحت وحده كتغطى بها الفوق الا بغيناهم صغار كل وحده كنقطعو لها جوجات صغار كناخدو الاولى كندهنو الجناب ديالها بالبيض بيض مطرب غير الجناب الخارجيين وكندير شويه ديال الحشوه من الوسط وكنحطو عليها الحوته الثانيه العجينه الثانيه وكنثبتو دوك الجناب هكا بيدينا بصبعنا من بعد كنوركو عليهم بالفرشه باش يتسدو مزيان مفهومه اي مفهوم اي اختي كندهن الوجه كله بالبيض وكناخذوا الدوائر ديال العجين العجين اللي بقى لينا كنقطعوا على سكاز دوائر صغار كنلصقوهم فوق من الوسط ديال الحوته هكا باش نعطيو لا فورم ديال الحوته
والعين كنديروها بزيت نكحله. هي كنلصقوا دوك الدوائر في الوسط غير في الجهه الوسطانيه وكندهنوهم عاوتاني بالبيض صافي وكندخلوها للفران تحمر. ايه حتى كطيب مزيان الفران كنقصوا باش لاباط فيه تطيب لينا مزيان من الداخل وتورك كنقصوا على الفران حتى كتحمر لينا من التحت وعاود كنسعلو عليه من الفوق حتى كتحمر وتنفخ. الصحه والراحه اختي. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. قلتي لنا وساهل على انه من العجين المورق اننا نشكلوا على شكل حوته وكاين كذلك حتى الاطار اللي كيتباع اللي كيسهل علينا يعني هاد الطريقة. فعلا عندنا حريشات بالطون. حريشات بالطون ايه. بالنسبة للكوتي مثلا عندنا نص كيلو ديال السميدة رقيقة. نص كيلو ديال السميدة رقيقة. نص كيلو 500 غرام كنزيدوا عليها كاس لا ربع مخلط ما بين الزيت والزبدة مذوبة. نص كيلو ديال السميدة الرقيقة كنزيدو عليها كاس لا ربع مخلط ما بين الزيت والزبدة وكنخلطو مزيان كنخلطوها مزيان حتى كتشرب ديك الزيت والزبدة كتخلط كلها مع السميدة. عاد كنزيدو شوية د الملحة وشوية د البزار خمارة وحدة ديال الحلوة نص كاس ديال المعدنوس مقطع رقيق جوج بصلات خضاريات ولا جوج بوريات إلا كاين كنقطعو حتى هو رقيق هكاك خضر وبواطه صغيره ديال الطول ما كنصفيه ما والو داك مدوره وعندنا الحليب كنجمعوا بها الخليط الحليب ما يكون لا سخون لا دافي لا والو عادي. اييه اييه كنعاودوا عندنا نص كيلو ديال السميده الرقيقه كنخلطوها مع كاس لا ربع ديال الزيت والزبده مذوبين حتى كتخلط مزيان كنزيدوا الملحه البزار الملحه على حسب الذوق حيت الملحه راه كاينه في الطول والبزار نص كاس ديال المعدنوس مقطع رقيق زوج بصلات خضرين مسلطين ولا البرو جوج حبات ديال البرو وبوطه صغيره ديال الطون بالزيت ديالو والحليب اللي جا مع العجين كنجمعو العجينه كتكون مرخوفه في الاول من بعد راه كتشرب السميده راه كتشرب الحليب كناخدو جوج ميكات هكا جوج بلاستيكات بيضان ولا السيلوفان كنسرحو فوق الطبله كنديروا العجينه ديالنا وكنعاود نغطوها بالبلاستيك كندوزو عليها بالمدلك بحال صابلي. اييه بحال صابلي غير كتكون هي مرقيقه بزاف ما غليظه بزاف باش طيب لينا دغيا. كناخدو كاس ولا مرسم دائري هكا مسنن من الجناب ولا اي مرسم بغيتو على شكل وريضه على شكل اللي بغا. اييه ايوا كنقطعو العجينه ديالنا كنقطعوها وكنديروهم ديريكت في المقله داك ديال المسمن المقله الوجديه كنديروهم كيطيبو من جوج جهات صافي كنقدموهم بالصحة والراحة. كيطيبوا في الفران ولا في المقلة؟ لا في المقلة قلت لك في المقلة ديال المسمن. تبارك الله عليك. مقبلة ساهلين وخفاف متناول جميع السيدات. مثلا عندك شي اقتراح سامية ياك؟ كاينين واخا. عندنا بريوات أو سيجار بالكفتة. إلا بغينا نديروهم بريوات إلا بغينا سيجار إلا بغينا نخلطوهم بجوج. عندنا نص كيلو ديال الورقة ديال البسطيلة كتكون على شكل طول هكا طولي. كنتباع هكا كل الا درناها كاع دائري كنقطعوها على شكل طولي كيكونوا شرائط طوال وعندنا شويه ديال الزيت باش كندهنوا الورقه وشويه ديال خليط الدقيق والماء اللي كنلصقوا به الورقه صافي دابا ندوزو للحشوه عندنا بصله مسلطه عندنا رابعه ديال الكفته بالتوابل ديالها عندنا جوج حبات ديال الكرزات محكوكه رقيقه على سكر رقيق جوج خزوات محكوكين رقاق وشويه ديال المعدنوس وشويه ديال الزيت كندير البصله في هذا البصله في مقله بصله مسلطه كنزيدو عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه حتى كطيح لينا مزيان كتبالو كصفر اللون ديالها كنزيدو عليها ربعه ديال الكفته اللي مخلطه بالتوابل ما نحتاجش مازال نضيفو لا كنزيدو عليها في الاول خزو جوج حبات ديال خزو محكوك رقاق مع القرعه اييه وجوج قرعات حتى هما محكوكين رقاق حتى كيطيحو مزيان يتحمر اللون ديالهم تقريبا كيطيبو كنزيدو من بعد الكفته الكفته راه كطلق لينا شويه ديال الزيت وشويه ديال الماء صافي كنغطيو داك المقله حتى كطيب لينا الكفته مزيان وكتخلط مع المقادير صافي كنخليو هذا ديالنا يبرد الحشوه ديالنا تبرد وكنعمروا البريوات بالشكل العادي ولا السيكار السيكار اللي بغا كيقليهم في الزيت اللي بغا كيدخلهم للفرن بحال بحال اييه
تبارك الله عليك السامية، مشكورة جدا على هذه المقابلات وهذه المملحات اللي قدمتي لنا، والتقوا بك غدا إن شاء الله، وأكيد غادي تعرفوا على الاقتراحات اللي غتوجد لنا. الله يعطيك الصحة، نتمنى لقائنا بكم مستمعينا مازال مستمر من خلال برنامج ليلة مولاتي. مازال كنمشيو دائما فقرات متنوعة هذه العشرة و46 دقيقة، غادي نمشيو مباشرة عند سامية من تيزنيت، سامية الشهامات، ونتعرفوا على الاقتراحات ديال اليوم. صباح الخير سامية. صباح النور اختي سناء، لاباس عليك؟ صبحتي؟ الحمد لله بخير، الله يبارك فيك. لاباس بخير الحمد لله، بارك الله فيك. سامية شنو اقتراحاتك اليوم؟ اليوم عندنا ان شاء الله منيو ديال العرضه. اييه واخا ان شاء الله غنبداو بسلطه على شكل طبقات، ومن بعد بسطيله بالكفته ومعمره بلادان في الوسط، ومن بعد عندنا كلاص، ولا بقى الوقت ان شاء الله نعطيو كريم كراميل ولا قطبان بالكفته ديال السردين. واخا ان شاء الله. ان شاء الله عندنا السلطه ان شاء الله عندنا ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى عندنا نص كيلو ديال الرز كلاصي مسلوق، نسلق شويه ديال الملح والماء، عندنا علبه صغيره ديال الطون مصفيه، وعندنا المعدنوس مقطع رقيق، علبه صغيره ديال الذره مصفيه، الملحه والبزار والمايونيز باش كنجمعوا الخليط. اييه نعاود المقادير ديال الطبقه الاولى. اييه عندنا نص كيلو ديال الرز كلاصي مسلوق في الماء والملحه، علبه صغيره ديال الطون مصفي من الزيت، شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق، علبه صغيره ديال الذره مصفيه، الملح والبزار والمايونيز اللي جا مع الخليط. فهاد السلطه كنمونطيوها في لي كادغ، دوك لي كادغ كيكونوا ثلاثه، واحد كبير واحد متوسط واحد صغير. ان شاء الله غنزل الصوره ديال السلطه. اييه كنخلطوا هاد المقادير الاولين اللي ذكرنا، كنجمعوهم بالمايونيز غير تجمع لينا الرز، وكنبسطوهم في داك الكادر الكبير، يكون كبير داك اللي كيكون لتحت. كنبسطوهم وكنوركو مزيان باش تسد لينا مزيان الطبقه ديال الرز، وكندوزو للطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه كتكون عندنا البقربه مسلوقه ومحكوكه في حكاكه غليظه، تقريبا جوج بربات حتى غير وحده كبيره ولا جوج، حتى الطبقه الثانيه كتكون صغر من الاولى، ما كنحتاجوش بزاف ديال، كيكونوا جوج بربات مسلوقين في الماء ومقشرين ومحكوكين في حكاكه غليظه، ملي كنحكوهم كنخليوهم واحد 10 دقائق باش يسقطروا من داك الماء. داك الماء اييه واحد الشبكه باش ما تطلقش لينا الماء فوق الرز. وكيكون عندنا تقريبا ربع مكور، داك الماء المكور اييه حتى هو محكوك في الحكاكه غليظه، اييه غير الخضر العادي ربع وحده، اييه هكاك خضرين ملي كيتحك ما كيبانش. واخا عندنا مليحه وابزار والمايونيز باش كنجمعوا، كنخلطوا داك الباربا والمكور حتى هو محكوك، كنديروا معاه الملح والبزار، وكنجمعوا تقريبا غير جوج معالق ديال المايونيز كنحتاجو حتى كيتجمع، وكنبسطوه في الطبقه الثانيه في الكادر الثاني المتوسط، كنوركو عليه حتى هو مزيان، وكندوزو للطبقه الثالثه. كنحتاجو تقريبا جوج خزوات مسلوقين هكا كفاينين، غير كنقشروهم وكنلوحوهم يتسلقوا، وكنحكوهم حتى هما في حكاكه غليظه، وكنخليوهم يستقطروا حتى هما من الماء. اييه نفس الطريقه، عندنا جوج بيضات حتى هما مسلوقين ومحكوكين فوق من داك خيزو، تقريبا واحد كاس صغير ولا نص كاس ديال الزيتون بالعظم حتى هو كنقطعوه رقيق، والمعدنوس مقطع رقيق، والملح والبزار والمايونيز. بالنسبه للطبقه الثالثه كتكون صغيره، المهم كنحتاجو غير خيزو وحده كبيره ولا جوجات مسلوقين فاينين ومحكوكين. اييه كنحكو دائما في الحكاكه غليظه باش كيبانوا لينا دوك الالوان، اللون التحتاني ابيض والاخر موف والاخر اورانج. كنحكوهم في حكاكه غليظه وكنسقطرهم مزيان من الماء، كنخلطوهم بجوج بيضات مسلوقين ومحكوكين، والزيتون بالعظم مقطع رقيق، والمعدنوس والملح والبزار، وشويه ديال المايونيز تقريبا كنحتاجو غير معلقه كبيره في الخليط الثالث. كنبسطوه في الاطار الاخر الصغير اللي كيكون من الفوق، من بعد كنزولوا الاطارات، كنحيدوا الاول بشويه، من بعد الثاني، من بعد الثالث، وكنزوقوا بيض مسلوق هكا من جناب الخوص اللي كان. اييه تزيين اختياري. اييه على حسب الاختيار. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. اييه ونعطيكم الطريقة ديال المايونيز اللي استعملت في هذا. واخا تفضلي. كنديروا كاس صغير ديال الحليب، ذاك الكاس ديال اتاي. اييه. حليب بارد في الخلاط الكهربائي مع فرماجة. معلقة كبيرة ديال الخل. شوية ديال الملح وشوية ديال البزار.
وكنخلطو مزيان، وحنا كنزيدو الزيت شويه بشويه حتى كيتجمع لينا الزيت تقريبا. كنحتاج الا درنا كاس صغير ديال الحليب كنحتاجو كاس كبير ديال الزيت، تقريبا الضعف ديال الكميه ديال الحليب. هذا بالنسبه للمايونيز. واخا اي المايونيز كاس صغير ديال الحليب سائل كيكون بارد، فرماجه معلقه كبيره ديال الخل، فرماجه كما كانت مربعه ولا مثلثه بحال بحال، معلقه كبيره ديال الخل، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، كنخلطوهم مزيان حتى كتخلط لينا داك الحليب مع هاد العطريه، كنزيدو الزيت شويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط كيولي بحال الكريمه يعني. ندوزو ان شاء الله للبصيله. هي فيها المراحل شويه ولكن غير ان شاء الله نتبعو. عندنا كيلو لاروب ديال الكفته، كيلو ديال لدند مقطع على شكل شرائط رقاق بزاف يكونوا رقاق، ربطه ديال المعدنوس مقطع، باكيه متوسطه ديال الشعريه الصينيه، عندنا ضامه البنه ديال الدجاج وحده، 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، بصله كبيره مشل دقيقه، وعندنا لاصوص بيشاميل تكون عقده شويه، جوج دروسه ديال الثوم، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال الزعفران الملون، شويه ديال التحميره، وعصير نص حامضه، جوج معالق كبار ديال الزبده، كاس صغير ديال الزيت، وكيلو لاروب ديال الورقه ديال البسطيله. نعاود المقادير. كيلو لاروب ديال الكفته، كفته هكا كمطحونه عاديه ما مخلطه بوالو، كيلو ديال لدان مقطع على شكل رقيق شرائط رقاق بزاف كيكون هكا بحال زغيبات رقاق، ربطه ديال المعدنوس مقطع، باكيه متوسطه ديال الشعريه الصينيه، ضامة ديال البنة ديال الدجاج، 100 غرام ديال الفرماج حمر محكوك، بصلة كبيرة مسلطة رقيقة، ولاصوص بيشاميل عاقدة. بالنسبة لاصوص بيشاميل كنحتاجو غير ربع إطر ديال الحليب في الأخر، اللي إلا بغيتي المقادير نعطيهم لك. جوج دروسة ديال التومة محكوكين، وملحة وبزار، شوية ديال الزعفران ملون، تحميرة وعصير نص حامضة، جوج معالق كبار ديال الزبدة، كاس صغير ديال الزيت، وكيلو لاروب ديال الورقة ديال البسطيلة. بالنسبة للمرحلة الأولى فيها أربعة المراحل تقريبا. المرحلة الأولى دابا كنديرو كنغليو المطايب في كسرونة ونطفيو عليه، ونلوحو عليه ديك الشعرية الصينية مع شوية ديال الملحة وضامة ديال البنة ديال الدجاج كلها، وشويه ديال الزعفران الملون باش يعطي لون الشعريه الصينيه، وكنخليوه يتغطى تقريبا 15 دقيقه وكنصفيوه. هذه بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه في مقله كناخذوا معلقه ديال الزبده، معلقه واحده عندنا في المقادير جوج معالق، معلقه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت مع نص بصله اللي عندنا بصله كبيره مشلضه، كناخذوا النص ديالها كنديروها في مقله مع معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الزيت حتى كتقلى البصله، كنزيدوا داك كيلو لاروب ديال الكفته مع نص الكميه ديال المعدنوس اللي عندنا مع التحميره وضريس واحد ديال الثومه وملح وبزار، كنسحروا داك الكفته ديالنا مزيان حتى كتسحر وكنخليوها جانبا. المرحله الثالثه كناخذوا طنجره ولا مقله اخرى كبيره، كنديروا داك المعلقه اللي بقات لنا ديال الزبده الثانيه وشويه ديال الزيت وداك نص بصله اخرى اللي بقات وضريس ديال الثومه، كنديرو دوك الشرائط ديال بيبي داك كيلو اللي عندنا ديال لدند مع الملح والبزار، ونخليوهم يطيبو مزيان، كنغطيو عليهم وكنخليهم على عافية مهيلة حتى كيطيب داك لدند مزيان وكنطفيو عليه العافية. هذه المرحلة الثالثة. تفضلي سبيل. داك لدند كنزيدو عليه البيساميل، ملي كنطفيو عليه كنزيدو عليه داك البيساميل وكنخلطو صافي. ندوزو دابا للمونتاج. أييه المونتاج دابا كلشي واجد. أييه كلشي واجد ومحطوط. هي المرحلة الرابعة، كنفرس الورقه ديال البسطيله في الطاوه، كندهنها بالزبده، كندهنوا الطاوه بالزبده وكنفرس الورقه ديال البسطيله، كنخلطوا ديك الشعريه الصينيه الاولى اللي قطعنا وصفيناها مع الكفته وكنفرسوا النص ديالها كطبقه اولى، النص ديال المقدار النص الكميه ديال الكفته والشعريه. من بعد كنرصوا النص ديال الكميه ديال الفرماج المحكوك مخلط مع المعدنوس، كناخذوا داك الفرماج ديالنا كنخلطوه مع شويه ديال المعدنوس اللي بقى لينا، كنرصو فوق من الكفته هكا،
كناخذ الطبقه الثانيه كنديروا داك لدند مخلط مع البيشاميل كنديروه في الوسط كله وكنعاودو نغطوه بالكفته مع الشعريه الصينيه اللي بقات. وكنعاودو نرصو بالفرماج مخلط مع المعدنوس وكنسدو البسطيله ديالنا عادي. ايه بطريقة العادية. ايه وكنسدوها وكندهنها بالزبدة صافي كندخلها للفران باش تطيب وتزين على حسب الرغبة ان شاء الله. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. البيشاميل اللي استعملناه عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة في كسرونة كنديرو معلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة عامرة ديال الدقيق الفرن ملي كذوب ديك الزبدة كنزيدو عليها الدقيق وكنخلطو مزيان. ايه كيندمجو مزيان كنزيدو 4 لتر ديال الحليب ولا كاس كبير. ايه 4 لتر ديال الحليب من بعد حتى كتعقد لينا كنزيدو الملح والبزار على حسب الذوق. هادي بالنسبه لصلصه البيشاميل. ايه اللي استعملنا نصف الكميه المهم اللي بغى يضعف كيدير نص سترو ديال الحليب يلاه تخرج ليه كميه معقوله. ايه عندنا ان شاء الله كلاص كعلف كل طبقات دابا درنا قلنا سلاطه وبسطيله. ايه تفضلي بقى لنا الكلاص كنديروا ثلاثه الكيسان كبار ديال الحليب سائل يكون بارد مزيان. ايه ثلاثه الكيسان كبار عندنا ثلاثه ديال العلب ديال الكريم كلاصي اللي كيتباع على شكل غبا فيه النكهه ديال الفاني النكهه ديال الفخيز النكهه ديال الشكلاط. كريم كلاصي كيتباع في العلب داير بحال سونتي نفس العلبه ديال سونتي ولكن هو بالالوان فيها اللوينات. ايه وعندنا علبه ديال الحليب مركز محلى على شكل كراميل ديك العلبه ديال الحليب المركز كنقسموها على ثلاثه. الحليب عندنا ثلاثه ديال الكيسان والعلب عندنا ثلاثه وحده بالنكهه ديال الفاني وحده بالنكهه ديال الشكلاط وحده بالفريز. كتعطينا المذاق وكتعطينا اللون. كناخذوا داك كناخذوا ثلاثه البانيوات هكا كنديروا كاس ديال الحليب في كل واحد ومن بعد تقريبا جوج معالق اللي كيخرجوا لنا ديال الكراميل جوج من بعد كل وحده كنديروا فيها هذا واحد العلبه ديال داك الكريم ديال الغبره. ايه كنطلعوا كل واحد بوحده بالضرب الكهربائي حتى كيولي بحال موس بحال قشده. كناخذ المول ديال الطارت يكون مدور عادي ولا مزوق كنديروا فيه السلوفان بابي كنديروا الطبقه الاولى ديال الشكلاط. ايه كندخلوها المجمد تقريبا واحد 10 ديال الدقائق كنزيدو فوق منها الطبقه الثانيه ديال الفخيز. ايه وعاود كندخلوها كنخدوها مزيان بالمعلقه هكا وكندخلها عاود المجمد واحد 10 دقائق هي كتكون اصلا جامده غير باش ما تخلطوش لنا الطبقات بيناتهم. كنديروا الطبقه الثالثه ديال الفاني. كندخلو ثلاثه تقريبا 4 السوايع ولا حتى ليله كامله كاع حتى كيجمد لينا مزيان. كناخذوا داك الكراميل ولا غير العسل كنديروه مزيان من الفوق على شكل خيوطه وكنزوقو باللوز ايفيلي محمر كنحطو كيولي بحال شكل ديال التورطه. يعطيك الصحة تبارك الله عليك وسهل. ان شاء الله راه غادي نصبهم لك ان شاء الله. واخا باقي شوية ديال الوقت. واخا تفضلي. عندنا القضبان هكا ديال الكفتة ديال السردين بالخضرة. الكفتة كتكون مقلية وكنديروها في دي بغوشيط كتجي بحال عندنا واحد كيلوغرام ديال السردين منقي ومحيد عليه الزلدة ومطحون. كيلو ديال السردين كيكون منقي ومحيدين ليه الجلده ديالو مزيان هذا وطحناه في الطحانه اليدويه. ايه كنزيدو عليه واحد الظرف ديال الثومه المحكوكه شويه ديال الربيع. كنزيدو بصله محكوكه في حكاكه غليظه وكنعصروها من الماء ديالها كنديروها بين يدينا هكا وكنوركو عليها حتى كينزل داك الماء ديالها مفهومه؟ ايه مفهوم. وبطاطا حتى هي بنفس الطريقه كنحكوها في الحكاكه الرقيقه وكنعصروا ليها الماء ديالها. وعندنا واحد حبه ديال الخيزو حتى هي كنحكوها في الحكاكه الرقيقه وكنعصرها من الماء. هادشي كلشي كنزيدو على داك السردين ديال الكفته. وعندنا واحد حبه ديال الكورجيت حتى هي كنحكوها في الحكاكه الرقيقه وكنعصرها من الماء. كنزيدو الملحه والبزار كنزيدو شويه ديال التحميره شويه ديال الكمون شويه ديال السكنجبير وكنخلطو مزيان. كنخلطوا داك الكفته ديال السردين مع هاد الخضر محكوكين مع العطريه وكنزيدوا بيضه بيضه واحده كامله كنخلطوا مزيان وكنعملوا منها كويرات بحال الكفته بحال الشكل ديال الكفته كندوزوهم في لاشابلوغ وكنقليوهم في الزيت يكون سخون. ايه كنخليوهم يسقطروا مزيان وكناخذوا دي بغوشيط ديال العود
كناخذ الفلفله ملونه كنقطعوها مربعات الخضره بوحدها والحمراء والصفراء، كنديروا مثلا كويره ديال السردين في بغوسيط وكنتبعوها بواحد الفلفله خضراء من بعد كويره ديال السردين من بعد فهمتي كيفاش، حتى كنعمروا العود ديالنا كيكون ملون كيجي مشكل هكا بالالوان. أيه بالالوان ديال الفلفله وبالكويره ديال السردين. واللي ما بغاش يدير دي بغوسيط كيديرهم خبيزات صغار وكيقليهم بنفس الطريقه. هذه يعني طريقه ذكيه بالنسبه للوليدات اللي ما تياكلوش السردين كله فيتامينات. اييه ياخذوا بهذه الطريقه ما تيبانش ليهم. كتزينا السفه من الداخل وكنقدموها مع الصلصه ديال المايونيز تكون جاريه شويه. ايوه مع شلاضة خفيفة. ايوه مع السلطه كتجي زوينه حتى هي. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك سمية، متعتينا هذا الأسبوع باقتراحات سهلة وبسيطة جدا وأكيد على أنه مميزة وفي متناول جميع السيدات. من أنكم تكونوا في الاستماع وسجلتوا معنا هذه الاقتراحات. لحظة العشرة وتسعود وربعين دقيقة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم، ورجعنا لكم مستمعينا أنتم في الاستماع دائما لبرنامج اللامولاتي ومع فقرات متنوعة كلها إفادة. غادي نواصلوا أهم الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجد لنا سامية شهمات من تيزنيت. ألو سامية. ألو وي نعم. ألو السلام عليكم سامية، لاباس عليك؟ صباح النور اختي لاباس. صباح الخير. الحمد لله بارك الله فيك. الله يبارك فيك. انتي لاباس؟ الحمد لله تبارك الله عليك وعلى كل الاقتراحات اللي قدمتي لنا، يعني ساهلين وبزاف المستمعات صراحة صيفطوا لي في الواتساب جربوا اقتراحات من عندك الله يعطيك الصحة، عجبوهم وجاهم ساهلين وبساط لا في المقادير ولا حتى في الطريقة كيفاش قدمتيهم لنا، يعني مبسطين فتبارك الله عليك. بارك الله فيك لا سامية. الله يبارك فيك. شنو اقتراحاتك اليوم؟ اليوم عندنا دي صابلي بريستيج. أييه واخا. عندنا صابلي لي فخوي كونفي واللوز إفيلي فيه 250 غرام ديال الزبدة مارغارين و 250 غرام ديال السكر كلاصي، جوج ديال الصفار ديال البيض، صاصي واحد ديال الفاني والطحين حسب الخليط، ربعة ديال مارغارين كنخلطوها مع ربعة ديال السكر كلاصي حتى كتولي بحال اون بوماد، كنزيدو عليها جوج ديال الصفار ديال البيض وصاصي واحد ديال الفاني وكنجمعو بالطحين حتى تجمع لينا العجينة حتى كتجمع وكنديروها في الثلاجة واحد 15 دقيقة ومن بعد كنبسطوها ما بين جوج ميكات وكنقطعوها بمرسم يكون مستطيل يكون مستطيل ويكون مفنن هكا من الجناب، كندخلو لي صابلي ديالنا يطيبو حتى كيتحمر شويه، كناخذوا لي صابلي كنغطسوهم من الجوانب ديالهم من الجانبين بجوج في الشكلاط اسود مدوب غير من الجناب بجوج وكنخليو الوسط الجانبين بجوج وكنخليوهم فوق واحد البلاستيك حتى كيبرد داك الشكلاط وكندوزو كنوجدو واحد الحشوه كنديروها في الوسط. عندنا بواطه ديال لي فخوي كونفي اللي كيكونوا في هي بالالوان صغيرة. هي تكون في الاحمر والخضر وبعد ما تيكون فيهم الصفر كنزيدو عليهم تقريبا نفس البواطه ديال اللوز إفيلي محمر ومهرس شويه هكا باليد وشويه ديال الزبيب مقطع تقريبا واحد جوج معالق وكنجمعو بالعسل رقائق ديال اللوز كنحمروهم محمرين ايوا عاد نضيفوهم مع داك الزبيب مقرد ومع الفواكه معسله حتى هي مقرده الفواكه معسله وكنجمعو بالعسل كيولي الخليط بدا يتلصق هكا كنهزو منه شويه وكنحطو فوق الصابله غير بيدينا هكا عشوائي فوق من داك الوسط اللي ما فيهش الشكلاط كنحطو شويه على كل حبه ديال الصابلي حتى كنساليو كنسيرو فوق منهم بالشكلاط ابيض غير فوق الحشوه ما كان الشكل كيفاش كنديروا ليه على شكل خطوط ولا غنديروا على شكل خيوط بالشكلاط ابيض من فوق ديك الحشوه اللي الحشوه ماشي في الصابلي هي راه كتلصق ديك تحت فيها العسل اييه كتلصق فوق من الصابلي وكندوزو فوق منها بالخويطه ديال الشكلاط ابيض اييه الله يعطيك الصحه هي هذا الصابلي الاول. بالنسبه لعندنا حلوه اخرى كتجي بحال الفقاص فيها الحليب المجفف والفواكه الجافه اييه هي ما كتحتاجش للفران ما كطيبش. عندنا علبه ديال الحليب المركز المحلى مع 350 غرام ديال الحليب غبره 200 غرام ديال الشكلاط ابيض مدوب و100 غرام ديال المشمش يابس مقطع صغير مقرد 50 غرام ديال اللوز محمر بقشوره في الفران 50 غرام ديال البيستاس محمر مكسر محمر 100 غرام ديال البرقوق كنحيدو ليه العظم ديالو كنقطعو حتى هو بحال المشمش في اناء كنخلطوا علبه ديال الحليب المركز المحلى مع 200 غرام ديال الشكلاط ابيض مذوب
كنزيدو عليهم داك 350 غرام ديال الحليب غبره. من بعد كنضيفو الفواكه الجافه كاملين، هذا المشمش والبرقوق كنقطعوهم، اللوز والبيستاش كنخليهم صاينين صاينين اييه، حتى كيتجمع لينا الخليط كيولي لينا بحال العجينه. كناخذو داك المول اللي عنده داك اللاطه ديال لي تويل اييه كنلبسوها بالسلوفان بالبابي سلوفان. هذاك المول تيكون فيه الكبير والصغير ياك؟ اييه غير الموين، الموين هو اللي خدمو بيه، كتقطع بحال الفقاص. اللي ما عندوش كيدير الشكل ديال الفقاص، كيدير حريبلات هكا غلاط شويه وكيجمعهم في السلوفان وكيدخلهم للفريكو. اللي عنده داك المول كيديرهم كيبسطهم في داك المول، كيبسط داك العجينه في المول وكيدخلو الثلاجه. واخا واحد المهم غير يبرد، غير يتجمع لينا داك الشكلاط مع دغيا كيتجمع. كنقطعوه شرائح بحال الفقاص، كنقطعوه بموس يكون ماضي بحال الفقاص، صافي وكنحتفظوا بهم. كيجيو بحال الفقاص هكا وفيهم الالوان الداخل ديال اللي فخو اييه، كيعطيو منظر اييه. وعندنا صابلي ديال الفيتين، صابلي بالفيتين فيتين اييه، فيه العجينه فيها 250 غرام ديال الزبده مارغرين، اييه 250 غرام ديال الزبده مع جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي، مع كيس واحد ديال الفاني، وجوج معلقات صغار ديال قهوة سريعة الذوبان، والدقيق حسب الخليط. هذا فيه غير جوج معلق ديال السكر كلاصي، حيت كندوزوه كله في الشكلاط. أييه 250 غرام ديال الزبدة كنخلطوها مع جوج معلق كبار ديال السكر كلاصي حتى كتخلط، كنزيدو فاني وجوج معلقات صغار ديال قهوة سريعة الذوبان بلا ما نذوبوهم، كنخلطوهم مع الزبدة كيطلقوا في الزبدة. كنجمعوا بالدقيقة على حسب الخليط حتى كيتجمع لينا بحال الصابلي الاول، كنخليوه شويه يرتاح في الثلاجه. من بعد كنسرحوها كتكون رقيقه شويه، حيت كنلصقوا كل جوجات، كنقطعوها بمرسم يكون اوفال، يكون اوفال سامبل ما يكونش فيها ما يكونش مسنن. كنقطعوها بمرسم طويل هكا اوفال وندخلوهم للفران حتى كيطيبوا، وكنلصقوا كل جوج بالكناس. انا الكناس كنصايبو ب 100 غرام ديال الشكلاط سواد مذوب، كنزيدو عليه جوج معالق كبار ديال يوغورت مسس، يوغورت بلا سكر. صافي كنخلطو كنلصق به الحلوى. من بعد كدوزيها في الشكلاط، يعني كتاخدي داك الصابلي اللي خرج لك كتقسميه على جوج، نص كدوزيه في الشكلاط ابيض، نص في الشكلاط كحل، كله كنغطسوه كله في الشكلاط ابيض، والنص الاخر في الشكلاط كحل، وكنزوقو بالفيتين من الفوق غير في الوجه ديالو. اييه كنلوحو عليه داك الفيتين هكا من الوجه، كيعطي منظر حتى كيعطي منظر فعلا بالفيتين. اييه وعندنا واحد الحلوى تخيستيز نحاول نشرحها لكم على حسب المول، والمول راه غنصورو ونديرو لكم في هذا. واخا حلوى ديال الشهدة كتجي بريستيز، هذه حتى هي ما كطيبش. كاين كدار في داك المول اللي فيه راه مصورة فيه النحلة، كاين هنا كنحيلات وحفرتها كمن اي عرفتو اللي فيه هي فيه بحال واش هذاك اللي فيه بحال الشهدة ديال الكوكون كارويات ديال الشهدة ديال الكوكون كارويات هكا. هو هذاك في العقدة عندنا 300 غرام ديال اللوز مسلوق ومقشر وناشف ومطحون. 300 غرام ديال اللوز كنسلقوه وكنقشروه وكنمسحوه مزيان حتى كينشف وكنطحنوه، مع 150 غرام ديال السنيدة. 300 غرام ديال اللوز مع 150 غرام ديال السنيدة، وكنخلطوا معاهم معلقه كبيره ديال الزبده وشي قطرات ديال الروح ديال العسل، غير قطرات باش يعطينا المذاق ديال العسل. حيت اييه تفضلي. اييه صافي كنخلطوا مزيان، والتزيين عندنا سكلاط ابيض مذوب على حسب الحاجه اللي عندنا، على حسب اللي غيقدنا الكميه اللي عندنا، والعسل مخلط مع الجليكوز. العسل كناخذوا غير جوج معالق وكنخلطوا مع معلقه ديال الجليكوز، هذا غير التزيين، كنزينو به دوك الحفيرات اللي فوق. سمح لي اليوم الصوت ديالي ماشي وحدك مروحة شوية، ما يكون باس. اييه الله يبارك فيك. كنبسطو العقدة ديالنا ديال اللوز بين جوج ميكات، جوج بلاستيكات، وكنقطعو بمرسم كيكون بنفس الشكل ديال الفتحات ديال السيليكون. دوك الفتحات ديال السيليكون راه فيهم واحد الشكل سداسي هكا، راه كاين المرسم ديال البلاستيك في داك الشكل نيت في داك الحجم. كنقطعو به العقدة ديال اللوز، كناخذوا داك السيليكون ديال الشهدة كنديروا معلقه في دوك الحفرات، معلقه ديال الشكلاط مذوب ابيض. من بعد كنحطوا على هذوك العقده ديال اللوز، كتكون رقيقه حيت كنغطوه بالشكلاط رقيق. اييه كنحطوا داك العقده ديال اللوز الوسط، ومن بعد كنغطوا عاوتاني بمعلقه ديال الشكلاط.
صافي كندخلهم للمجمد حتى كيجمدوا مزيان وكي كتجي ديك الحشوه ديال لوز الوسط وشكلاط البيض من جهتين. من جهتين المهم كتغطى داك الحشوه كتغطى بالشكلاط. كنحيدوهم من كنديمو ليهم من هذاك المول ديال السيليكون اييه وكناخذوا دوك اللي فيهم الحفيرات كنعمرهم بداك الجليكوز اللي خلطنا مع العسل اييه والاخرين اللي فيهم النحله من الفوق حيت كاين نص ديال المول فيه النحله من الفوق والنص الاخرين كنمسحوهم بداك الملمع الغذائي اللي كاين دغيهم اييه وكاين واحد الصابلي ديال النوكا فيه النوكا ديال الكاوكاو من الفوق تفضلي صابلي كناخذو تقريبا نفس المقادير ديال الاول كنزيدو عليهم جوج معالق ديال الغبر ديال كريم باتيسير 250 غرام ديال الزبده مارغرين 250 غرام ديال السكر كلاصي كنخلطوهم كنزيدو عليهم جوج ديال الصفار ديال البيض وكيس واحد ديال الفاني وجوج معالق كبار ديال الغبره ديال كريم باتيسير والطحين حسب الخليط هاد المقادير كنجمعوهم بالطريقه العاديه كنخليوهم يرتاحوا كنبسطوهم وكنقطعوهم دوائر ودوك الدوائر كنعبروا داك المرسم اللي كنقطعوا به مع داك المول ديال اللي فينونسي ديال السيليكون اللي مثقوب من الوسط اللي فيه حفارات من الوسط وكندوزو باش نصايبو النوكا النوكا ديال الكاوكاو عندنا 500 غرام ديال الكاوكاو محمر ومقصر ومهرمس نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومقصر ومهرمس عندنا 100 غرام ديال العسل و100 غرام ديال الحليب المحلى المركز كناخذوا كاسرونه صغيره كنديروا فيها داك الحليب المركز مع داك العسل ونخليوه يغلى كنحيدو فوق العافيه وكنزيدو عليه داك كاوكاو مهرمس نص كيلو ديال الكاوكاو مهرمس كنخلطو مزيان وكيعطينا بحال الشكل ديال النوكا هكا مقاصحه مزاريال مجموعه مجموعه كنفرغوها في دوك القوالب ديال السيليكون ديال الفينونسي اللي قلت لك كنبسطوها مزيان وكنورقو عليها وندخلوهم الثلاجه شويه غير يزمد لينا داك العسل غير يبرد لينا داك الصابلي كيكون طاب كناخذ دوك كنديمو ليه دوك النوكات وكنلصقوهم فوق من الصابلي كتكون عندنا داك الحفيره اللي الوسط كنعمروها بالشكلاط ابيض ندوب تبارك الله عليك نوعتينا في الحلويات غير ما بقاش لنا الوقت والله يعطيك الصحه لاله ساميه كان اسبوع مميز واستفدنا منك ومن الاقتراحات اللي قدمتي لنا واللي هما سهلين وبساط في نفس الوقت وراقيين يعني في يعني كاقتراح